طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة يوم الأحد تاريخ 23 فبراير 2019، والويبينار ده هو في سلسلة مساعي مجموعة الباحثين السودانيين في نشر الوعي بخصوص الثورة. الليلة حنتكلم عن ديناميكية الثورة، وحنتناول تسقط بس من ناحية المفاهيم الرياضية. بداية، أنا اسمي هشام الضي، وأنا من المكتب التنفيذي لمؤسسة الباحثين السودانيين، وتخصصي الأساسي هو في النظم المعقدة وتطبيقاتها في البايو انفورماتيكس وفي السيستمز بيولوجي. وطبعا النظم المعقدة بشكل عام بتستقي مفاهيمها من مجالات مختلفة، وتحديدا المجالات الاجتماعية والمجالات النفسية، وبتعتمد بشكل كبير جدا جدا على الرياضيات، وبالتالي يعني تطبيقه في مجال من المجالات بيسهل انه للواحد انه يقدر كمان يطبقه في المجالات الثانية. طيب، المحتوى بتاع البرزنتيشن ده ان شاء الله في ال 12 سلايد الجاية حنتكلم عن شنو؟ حنتكلم عن مكونات الثورة. اول حاجة حنعرف الثورة، نتكلم عن مكونات الثورة، وبعد ذلك حنتكلم عن قواعد ورياضيات التغيير، ونتناول بعض النقاط الأساسية من ناحية الحجم الكافي لتحقيق كتلة حرجة، ولا هل إن إحنا ذاته يعني في الثورة السودانية الحاصلة الآن من 2018 ديسمبر، هل نجحت في تحقيق العدد الكافي لإحداث التغيير؟ حأختم كمان بتناول بسيط للمقارنات أو المقاربات التباينات اللي بتحصل بين التكتيكات السلمية عن تكتيكات العسكرية، وفي النهاية حقدم قراءات بسيطة جدا جدا عن الوضع. الحاجة اللي حاب أذكركم بها هي حاجتين. هنا أنا حتكلم بلغة سودانية مباشرة بسيطة جدا جدا، حابتعد عن التكلف الأكاديمي قدر المستطاع عشان اللغة السهلة توصل للجميع، لأنه هدفنا إحنا زي ما قلت لكم في البداية إنه هو إحداث وعي بالثورة. الشيء الثاني، المحادثة دي حيكون مدتها حوالي نص ساعة، حتكون مقسومة لقسمين. القسم الأول مكونات الثورة وقواعد ورياضيات التغيير، والقسم الثاني التكتيكات السلمية ومميزاتها والقراءات الشخصية عن الوضع. يعني الفيديو لو كان طويل لبعض الناس أو عندهم limitation من ناحية الداتا وكده، يعني ممكن تنقسم المحادثة من النص، والنص زي ما قلت لكم اهو الجزئين الاولى ديل النص الاول، والجزئين الثانية هما النص الثاني. طيب يلا بسم الله نبدأ. اذا ان احنا جينا اول حاجة نعرف التغيير. التغيير في اي سيستم أو في أي نظام، النظام ده ممكن يكون نظام حيوي، نظام فيزيائي، نظام كيميائي، نظام اجتماعي، النفس. الثورة هي عبارة عن تغيير خصائص أي نظام بطريقة ذاتية الدفع، عفوية غير منظمة في الظاهر، وداخليا بتظهر كأنها متعددة الدوافع. التغيير ده بيحصل في إطار زمني أحيانا محدد أحيانا غير محدد، وبيحصل بتين، بيحصل لما النظام كله يوصل لما يسمى بالنقطة الحرجة. فالحاجة المهمة جدا جدا في أي تغيير، في أي ثورة، في أي مجال، إنه السيستم النظام لازم يوصل للنقطة الحرجة. في مجموعة كثيرة من الأمثلة، لكن حتناول بس ثلاثة أمثلة، مثال الطقس، مثال الفيزياء النووية، وكذلك حأبدأ أتكلم أختم بعلم النفس كمدخل للتغيير الاجتماعي السياسي. المطر أو السحاب، نحن بنعرف إنه هو عبارة عن ذرات أو بخار ماء بكثافة معينة، أو بيكون معلق في الجو ومقاوم للجاذبية الأرضية. الكثافة دي لما توصل للنقطة الحرجة بعد ذلك بيبدأ هبوط المطر، لأنه كتلة الماء المعلق في الجو حتبدأ تنزل، أو كتلة بخار الماء المعلق في الجو حتبدأ تنزل. فقبل النقطة الحرجة المطر بيكون
مقاوم للجاذبية الأرضية، لكن وانس إنه وصل للكتلة الحرجة بيقوم طوالي بيستسلم للجاذبية الأرضية، وبتتغير خواص النظام، بتصبح تبدو كأنها ذاتية الدفع أو عفوية لحظية. المثال الثاني من الفيزياء النووية، احنا عندنا ذرات كثيرة بخصائص مختلفة، لكن في ذرات عندها القدرة على انه هي تبدأ عملية انشطارية مستمرة. يعني عندنا مثلا ذرات اليورانيوم او البلوتونيوم بتبدأ الانشطارية المعينة. فتعريف النقطة الحرجة هنا هو الكثافة المعينة من الذرات او التركيز المعين من الذرات الكافي لاحداث تفاعل انشطاري مستمر. تمام. في علم النفس غوستاف لابون درس النقطة الحرجة واكتشف انه هي بتخلق لاوعي جمعي، بتخلق لاوعي جمعي بمعنى انه الفرد بحس انه هو جزء من عائلة ضخمة. الفرد هنا ما بحس بكينونته براه كفرد، وانما كجزء لا يتجزأ من عائلة ضخمة. المثال ده نحن بنشوفه في التعصب القبلي، بنشوفه في التعصب لفريق رياضي معين، بنشوفه كمان في التعصب السياسي لما يكون حزب معين يستفرد بالسلطة وما يحاسي بالآخرين. فبحسب تعريف غوستاف لابون، العوامل اللي بتشكل الكتلة الحرجة النفسية هي عامل الاختفاء، لأنه زي ما قلنا الشخص عنده لا وعي جمعي، ما بيحس بنفسه، ما بيكون ظاهر. الحاجة الثانية عامل العدوى والإيحاء للفريق إنه ده هو الصح، فبيكونوا كلهم متفقين سواء كانوا في قبيلة. يعني بتجد الشخص بفخر بإنجازات الفرد من القبيلة كأنه إنجازاته، وبتلقاه مثلا بيتعصب لناس فقط لانتمائهم الجهوي أو القبلي، ودي يعني بتكون مسألة العدوى والإيحاء للفريق إنه ده صح. فبحسب العوامل النفسية اللي قلنا هي الاختفاء والعدوى والإيحاء للفريق إنه ده صح، بتكون ما يسمى النية الجمعية. النية الجمعية هي اتحاد أو أساس الثورة. النية الجمعية بمعنى إنه الفرد بيكون شايف نفسه وواثق من قدراته انه هو جزء من الكتلة الحرجة، بيكون واثق بقدرات الزول الجنبه انه هو جزء كذلك من الكتلة الحرجة، وهم الاثنين بيكونوا واثقين بقدرة الناس الجنبهم، والثقة دي بتكون متبادلة، فدي ما يسمى النية الجمعية. النقطة الحرجة من الناحية دي بتخلق اتحاد للتركيز في الارادة، اتحاد للمثابرة، كل الفريق بيتحرك مع بعضه عشان يحققوا هدف معين، وبيكون في ثقة بالذات والآخرين، وقد يكون في نوع من النقد الذاتي والتطوير في المسألة دي. فالبيت من الشريحة دي انه النقطة الحرجة هي بتخلق لاوعي جمعي، والفرد بيحس انه جزء من عائلة ضخمة، والعوامل اللي بتشكل النقطة الحرجة هنا الاختفاء، العدوى، والإيحاء للفريق إنه ده هو الصح. تمام. يلا إذا جينا إن إحنا نعاين للمسألة دي من ناحية رياضيات، في سنة 2000 مالكوم غلادويل كتب كتاب اسمه The Tipping Point أو نقطة التغيير، وفي كتابه ده هو قام درس التغييرات اللي بتحصل في دول مختلفة، في أنظمة سياسية مختلفة، بتحصل حتى في أنظمة شركات، واكتشف إنه النقطة الحرجة بتحصل لما تتوفر ثلاثة عوامل أساسية اللي هي قانون القلة، عامل الاستمرارية، وكذلك الظروف الزمنية والمكانية بتكون متناسبة. بحسب قانون القلة إنه عدد قليل من الناس هم كافين لوضع أو للوصول بالنظام إلى النقطة الحرجة إذا توفرت فيه ثلاثة تباينات أساسية. الثلاثة تباينات الأساسية دي إنه يكون بيناتهم مشبكين أو مشبكين، يكون بيناتهم مخضرمين، يكون بيناتهم بائعين. فالقلة دي عشان تكون فعالة لازم تكون فيها مجموعة التباينات دي، وده طبعا بالإضافة إلى وجود حركة فعلية على الأرض. لكن قانون القلة انه الكتلة الحرجة طوالي بيبدأ بها القلة ثم بتنضم اليهم البقية.
المشبكين بشكل عام هم ناس عندهم شبكة كبيرة من الأصدقاء والمعارف، بيستخدموا الشبكة دي في أنشطة مختلفة، أنشطة زي الحشد، زي نشر المعلومة، زي الظهور في اللايف. المشبكين ديل عندهم طاقة، عندهم حضور، بيختلفوا باختلاف الزمان والمكان. يعني قد يكونوا أئمة في يوم الجمعة وحضورهم بيكون أهل فريقهم في الجامع، قد يكونوا طلاب وحضورهم بيكون أهلهم في بيوتهم أو زملائهم في الجامعات والمدارس، قد يكونوا متحدثين بقدرات مختلفة من التحدث، علماء، ناس عموما بقدرات حشد وخطابة. فديل هم المخضرمين، أقصدي ديل هم المشبكين. فالمشبكين بيستخدموا شبكتهم دي في الأنشطة المختلفة. وفي الفترة في فترة قريبة يعني قاموا عملوا ريسيرش وحاولوا يعرفوا انه العدد الاقل من الناس الكافية لانه تنطبق عليهم صفة المشبكين، واكتشفوا انه العدد ده بيتراوح ما بين 100 الى 120. ونحن طبعا يعني اي زول فينا نتيجة وجود وسائل التواصل الاجتماعي بيكون عنده يعني بالمعدل عدد مقارب من ده من الاصدقاء بيقدر يأثر فيهم. الحاجة الثانية أو التباين الثاني في قانون القلة إنه أي مجموعة عشان توصل للنقطة الحرجة لازم يكون عندهم بالإضافة إلى المشبكين يكون عندهم منه المخضرمين. المخضرمين ديل هم ناس عندهم عادة مشاركة المعلومة، هم الناس اللي أنت بتستشيرهم لو عاوز يوروك حاجة، سواء كانت نشر وعي أو نشر معلومات تهم الثورة. أقرب مثال من الواقع يعني عندنا مثلا اللي بتنطبق عليه ميزة الخضرمة زي نشاط مجموعة منبرشات لهم التحية، والمجموعات الكبيرة المنضمة للثورة. فالمخضرمين ديل هم يعني ناس مميزين من الناحية دي. وأنا يعني حاولت أني ألقى أقرب تعريف لهم من الناحية من ناحية مصطلحاتنا السودانية، ولقيت أنه بينضم أو يعني بينطبق على التعريف بتاع المخضرمين أنهم يكونوا أفاتارات. والكلمة دي أنا اخترتها تحديدا عشان ما ننسى أنه عندنا أفاتارات يعني معتقلين في السجون السياسية، وأولهم أستاذنا أحمد الضي بشارة، إن شاء الله ربنا يفيك أسر وأسر الجميع. والأفاتارات ناس بيخلوك تحلم، ناس بيوصلوا لك المعلومة إنه بكرة حيكون قد أفضل، بكرة حيكون يوم أفضل، بكرة حيكون في سعادة، حيكون في أمان، حيكون في استقرار، حيكون في أحلام بتتحقق. فدي ميزة المخضرمين. الشيء الثالث في قانون القلة، التباين الثالث، هم وجود البائعين. هم طبعا مالكوم جلادويل سماهم البائعين، لكن الصفة دي طبعا بتختلف يعني من كل ثورة أو لكل نظام. لما يعني أي نظام واصل لنقطة حرجة معينة فالصفة دي بتختلف، يعني قد يكونوا أسماء تانية موجودة لهم. فالبائع بشكل عام عشان يعني نحاول نوصل المعنى اللي أطلقوا عليهم مالكوم جلادويل، البائع ده هو عبارة عن أي شخص أنت بتحتاجه يساعدك في مناقشة أمر صعب، يديك نصيحة أو يمثلك. الزول ده ممكن يكون يعني يديك شكل دعم قانوني، زي ما شفنا مثلا بعض المحامين اللي تطوعوا للدفاع عن الثوار، قد يكون في شكل إرشادي زي كتاب الدليل الإرشادي للثائر اللي قدمته مؤسسة الباحثين السودانيين قبل مدة قريبة. قد يكون بشكل معنوي زي حملة التبرعات الناجحة اللي قام بها الأستاذ بكري من الولايات المتحدة الأمريكية. وبشكل أكبر كمان البائعين دي الناس بتفاوضوا بالنيابة عنك، وبيكون عندهم يعني تمثيل، عمل تنظيمي وعمل تمثيلي مميز لنا جميعا. ومثال زي ده زي اللي بيقوم به تجمع المهنيين السودانيين. فالقلة ديل كانوا في البداية قلة، وبعد كده لما تتحقق النقطة الحرجة بيبدأ ينتقل أثرهم ويبقوا كثرة. الحاجة الثانية من القوانين اللي لاحظها مالكوم جلادويل في مسألة التغيير أو في مسألة الوصول لأي نظام بالنقطة حرجة هي عامل الاستمرارية. يعني قدر شنو الناس مشغولة بالوضع الحاصل، عامل اللزوج، عامل الالتصاق، وأنا سميته هنا عامل العكلة عشان أحاول بس يعني أوصل المعنى أو أقرب المعنى لثقافتنا السودانية.
فالعامل ده عامل الاستمرارية، انه بنشوفه واضح بشكل جلي جدا جدا جدا، انه الناس الان متأثرة بالثورة، موجودة في وجدانها، موجودة في نفسياتها، موجودة في يومياتها، موجودة في افراحها، في زواجاتها، موجودة في الحضور او الحضور الثقافي. يعني بنشوف بعض الاهازيج الشعبية اللي بتنطق بالثورة، بنشوف بعض الاطفال في داخل السودان، في الريف السوداني وفي البادية السودانية برضو. فالعامل الاستمرارية انه اي زول بقى منشغل بالثورة، بنشوف السودانيين اللي عملوا مسيرات ضخمة ضخمة في الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من العواصم الاوروبية. فالوجدان كله اجتمع، والنية الجمعية هنا اصبحت انه التغيير حتمي، فده عامل الاستمرارية. طبعا العكلة حيكون من وجهة نظر الزول اللي من الجهة المقابلة، يعني انه بيشوف الناس ديل مستمرين على حاجة او راكبين راسهم في حاجة. ولكن كفريق قلنا احنا النية الجمعية هي بتخلق وعي لا جمعي وكده. الشيء الثالث في الوصول لأي نظام لانه يوصل للكتلة الحرجة هو تناسب الظروف. الظروف دي بتكون ظروف زمانية، بتكون ظروف مكانية. مثلا كان في 2013 كان في مظاهرات وكان في بوادر ثورة. الثورة دي حصلت بعض التحديات خلتها برضو ما تستمر او ما توصل للكتلة الحرجة. في 2016 كان في العصيان المدني، ومع انه نجح بداية في احداث الكتلة الحرجة، لكن عامل الاستمرار او كان يعني تم تحديده في اطار زمني معين، فده قام أثر على مسألة الاستمرارية بتاعته. نرجع تاني ونسأل نفسنا، هل عن العدد الكافي لإحداث التغيير؟ ما هو العدد أو الحجم الكافي من المجتمع لإحداث التغيير؟ هنلاقي إنه في ثلاثة آراء متقاربة. الآراء المتقاربة دي من مبدأ قانون الأقلية كلها بتتفق إنه العدد ده صغير، وكمان انه في عدم تناظر بين العدد وبين اثره في احداث نقطة التغيير. يعني في نوع من الاسيميتريكال ريليشن شيب بين العدد وبين حجم التغيير اللي ممكن يحدثه. يعني لاحظ انه نحن هنا بنتكلم عن الكتلة الحرجة، يعني ما بنتكلم عن العدد الكافي للتغيير، لانه بالنسبة لمسألة التغيير فكثرة العدد ضرورية جدا من عدة اسباب حتناول ان شاء الله في الشرائح الجاية. من ناحية الكتلة الحرجة العدد الصغير ده بيتناسب تناسب غير خطي مع الأشياء الممكن يحدثها. فمثلا وصول العدد للكتلة الحرجة حيخلي الأنظار العالمية موجهة، ده بشكل عام الضغط على النظام بالنسبة لآلة القمع حيرهقهم. وبالمقابل حتى آلة القمع ذاتها ممكن هي ذاتها تصل للنقطة الحرجة من ناحية، ومن ناحيتهم هم طبعا وصولهم للنقطة الحرجة انه يعني يبدأ الناس اللي منضمين لآلة القمع في الانكسار ولبس الملكي. وشفنا يعني امبارح مثلا في بعضهم بدوا يملصوا هدومهم بسبب او باخر يعني. فده كله يعني ان شاء الله تحركات بسيطة في سبيل انه الآلة دي ذاتها تبدأ هي تدخل في النقطة الحرجة، والنقطة الحرجة بالنسبة لهم انه يقيف القمع الحاصل ده والناس ترجع تبني بلدها بطريقة مناسبة. يلا الثلاث القوانين اللي ممكن الواحد يفهم بها الحجم الكافي لتحقيق الكتلة الحرجة هي قانون مبدأ باريتو، قانون الماينوريتي رول أو قاعدة الأقلية، وكذلك ديكتاتورية القليلين. بحسب قاعدة باريتو إنه 20% من الناس بيقوموا بإحداث 80% من الأوتكمز أو الريزالتس، 20% من الحرامية بيقوموا بإحداث 80% من الجرائم، 20% من مخالفين المرور بيقوموا بارتكاب 80% من المخالفات المرورية. فده بحسب قاعدة باريتو. لكن إذا جينا نتكلم عن العدد الكافي، حنلاقي إنه العدد الكافي لإحداث كتلة حرجة أو للوصول بالنظام لنقطة لا عودة قد يكون حتى أقل من 20%، يكون 10%.
بحسب دراسة حديثة نزلت في 2011 مجموعة شبكات المعرفة الاجتماعية دي برئاسة بروفيسور بوسلو زيمانسكي من معهد رينسلير، الناس دول في نيويورك درسوا باستخدام نظرية الشبكات العدد الأقل من أصحاب فكرة معينة الكافي لأنه الفكرة دي تنتشر وتنقبل من مجموعة أكبر منهم. اكتشفوا إنه إذا كان العدد ده أقل من 10% فالزمن اللي حتضطر إنه المجموعة دي تستغرقه لأنه يغيروا رأي البقية قد يعادل عمر الكون كامل، لكن لما عددهم يبدأ يزيد عن 10% تدريجيا حيوصلوا لكتلة حرجة هنا زي ما شايف مكان البوينتر تحت في الشمال تحت، وبعد كده مع استمرار الزمن حيقوموا يوصلوا للتغيير والتناسب الغير خطي مع التغيير مع عددهم. فده بحسب كلام المجموعة اللي هي برئاسة البروفيسور بوسلو زيمانسكي من معهد رينسلير. فزي ما بتشوف هنا دي شبكة اجتماعية، والناس اللي بالأحمر هنا دي الناس اللي عندهم عدد أو عندهم رأي معين. مع مرور الزمن هتلاقي إنه في شبكتهم الأكبر منهم هيبدأ يظهر تناسب في الألوان ويبدأ يزيد اللون الأحمر مقارنة على اللون الأخضر اللي هو للناس التانية اللي عنده الرأي المغاير. فهنا الاستمرارية مهمة. المجموعة الصغيرة دي مجموعة 10% دي الحاجة الأساسية فيها إنه لازم يكون عنده مناعة من التأثير عليهم، عنده تمسك قوي جدا برأيهم، والمجموعة دي دائما بتجي وبتمشي زي ما بنشوف نحن من الأساليب الكلاسيكية اللي بتدرس أصلا في مبادئ القمع والمتوقع جدا. يعني هو أسلوبين، إنه النظام ده يقوم باعتقال أصحاب الرأي لما يحاولوا يقنعوا الباقين برأيهم أو إنه يقوم بشراء ذممهم. عندنا أمثلة واقعية كثيرة من الناحية دي، مثلا في 2013 كان في زول أنا ما بحضر اسمه الأول لكن سموه فيما بعد طرحة. الزول ده كان في 2013 مناضل ثم بقى وزير، وفي كم زول تاني كانوا بحاربوا الحكومة كمان في دارفور وبعدها بقوا أو انضموا إلى أدوات القمع اللي بتستخدم الحكومة أو جو الخرطوم وبقوا وزراء. فأسلوب التعامل مع المجموعات المؤثرة أصلا لما تبدأ تظهر ولما يبدأ أثرها بيزيد، النظام عارف أساسا أنه لازم يقوم ب يعني خطف الرؤوس دي يدخلها معاه أو يحاول يمتص طاقتها. فالأسلوب ده معروف، لكن الأسلوب ده عنده نيجاتيف بوينت أساسية جدا جدا، أنه هو ما بيواكب زمن الإنترنت. لأنه أنت لما تعتقل زول والزول ده اصلا هو يعني صاحب اوبينيون معين والاوبينيون ده متمسك جدا برايه به وبادي ياثر على الناس اللي حواليه بحيث انه هم ذاتهم يدخلوا في الاوبينيون بتاعه، انت لما تعتقل الزول ده وبوجود الانترنت التاثير بتاعه هنا ما بينقطع، التاثير بتاعه بيستمر لانه الناس حتظل تتداول فيديوهات وحيظلوا يتذكروه. قلنا احنا قبل انه في قاعده الالتصاق، الزول ده حيكون في بالهم طوالي، وبعد كده التأثير حقه بحسب قاعدة الالتصاق بحسب الكلام ده انه التأثير حقه ذاته ممكن يزيد اصلا لما انت تعتقل شخص او انت تقتل شخص وهو يستشهد يعني. فده اللي بيحصل. هنا ممكن انا اقف شوية واقول يعني الله يرحم ان شاء الله شهداءنا اللي توفوا في الفترة الفاتت من بداية سنة 89 الى الان، ان شاء الله كل واحد فيهم يعني ربنا يرحمهم، والناس دي ماتوا عشان يكون في السودان افضل وعشان احنا كلنا نعيش يعني بحياة كريمة. وان شاء الله يعني ربنا يصبر اهاليهم ويعني يعيشوا هم ويشوفوا السودان بشكل افضل. تمام. الان الحاجة الثالثة انه هل ان احنا فعلا محتاجين لعدد 10% عشان نوصل للكتلة الحرجة؟ القاعدة الثالثة بتقول لا، احنا بنحتاج عدد اقل من كده، اللي هي قاعدة الديكتاتورشيب اوف ذا فيو. الديكتاتورشيب اوف ذا فيو دي او ديكتاتورية الاقلية جابها نسيم طالب المفكر
وعالم الاقتصاد جابها في كتابه اسمه The Black Swan. فالقاعدة دي انه بحسب العدد الكافي لإحداث النقطة الحرجة ما بيتعدى 3%. إذا كانت الأقلية دي ثابتة جدا 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 في مبدأها ومتركزة في حتة واحدة، أو لو كانت منتشرة يكون في كل منطقة أو في كل نقطة انتشار لها انه هي واصلة للرقم الصغير ده. نسيم طالب لاحظ وأورد عدة أمثلة، يعني لاحظ إنه المسلمين واليهود في أوروبا مثلا أقلية صغيرة جدا جدا. بالرغم من ذلك الحلال والكوشر بيقدموا عدد كبير من المتاجر والمطاعم بشكل غير متناظر لعدد المستفيدين، والموضوع بيظهر كأنه إنه دي أصلا هي رغبة المتاجر إن تخدم أو تقدم الحلال والكوشر، وليست رغبة الناس اللي ما بتاكل الا الحلال او الكوشر بحسب قاعدة عدم التناظر. دي واحدة من الاتريبيوتس او مميزات الكتلة الحرجة، انه بتظهر او بيظهر رأي الاقلية كأنه رأي الغالبية. نسيم طالب ذكر حاجة اسمها الرينورماليزيشن رول. الرينورماليزيشن رول دي بتحدث او هي الطريقة اللي بيحصل بها انه رأي الاغلبية بيبقى كأنه رأي، او رأي الاغلبية او رأي الاقلية بيبقى كأنه رأي الاغلبية. فبحسب الرينورماليزيشن رول اذا جينا مثلا اعرفها بتعريف كاجوال، تعريف عفوي، حنقول هي يعني كأنك انت بتعيد ضبط اعدادات شخص تاني بحيث انه يكون هو نورمال، يعني هو يكون نورمال من وجهة نظرك. مثال اول انا ممكن استخدم انه مثال من بيئاتنا السودانية كلها، يعني نحن مثلا في اي بيت في السودان بيكون عندنا زول هنا ممثل بالزهري. الزول ده بيكون عنده نظرية معينة عايش بها في حياته، يعني مثلا ما بيشرب شاهي اخضر او ما بيشرب شاهي احمر او ما بيشرب شاهي ابيض او ما بيشرب اي حاجة عنده لون معين مثلا، تمام. فالزول ده يعني حيتم بعض التفاوض بينه وبين أهل بيته أو أصحاب السلطة في البيت سواء كانوا أب أو أم، ويحصل شد وجذب وكده. لكن هو إذا كان أصلا ثابت في رأيه ده وما بيغيره، حتلاقي بعد فترة إنه أهل البيت ذاتهم بدل ما يحاولوا يغيروا لرأيه بيبقوا هم ذاتهم داعمين لرأيه أو منفذين لرأيه، enforcer. الفكرة دي بعد كده حتبدأ تنتشر للجيران، بعد كده حتبدأ تنتشر مثلا لصاحب الدكان، حتبدأ تنتشر لباقي الفريق كامل. فده مفهوم انه كيف رأي الأقلية بينتقل وبيظهر كأنه رأي الأغلبية. الناس ديل دوافع مختلفة، قد يكون دافع احترام لشخص مثلا إذا كانوا الجيران، قد يكون أهل البيت دافع انهم استسلموا خلاص ما في طريقة، تمام. ناس الدكان هو زول داري عمل تجارته فخلاص بيسمع كلام أو يعني بيكون موافق على الرأي المعين ده لأنه أصلا صاحب تجارة فدافعه مختلف. وناس الفريق برضو ممكن بأسباب الصداقة أو بأسباب الجيرة أو كده. فأنت هنا بتلاحظ أنه الكتلة الحرجة للثورة بتحصل، وبعد كده الناتج بيظهر كأنه هو الناتج بتاع الرينورماليزيشن. everybody looks normal من وجهة نظر صاحبنا هنا ما بيشرب الشاي أبو ألوان. ولما everybody بيكون normal، الدوافع الجوا اللي بتخليهم يظهروا كلهم normal دوافع بتكون مختلفة، وطبعا دي ما مهمة لأنه أصلا النتيجة حصلت. فده بحسب قاعدة الرينورماليزيشن رول. إن احنا يبقى نسأل سؤالنا، هل وصلنا في الحراك الشعبي الحاصل الآن، هل وصلنا إن إحنا للكتلة الحرجة ولا لسه ما وصلنا لها؟ في 2 فبراير بداية الشهر ده عملنا استطلاع رأي، واستطلاع الرأي ده كان بيقول إنه هل أنت مع تسقط بس أم تقعد بس. الاستطلاع الرأي ده استجاب له حوالين قرابة 15,000 شخص، وال15,000 شخص ده 98% منهم كانوا مع تسقط بس، واللي كانوا مع تقعد بس 2%. الحاجة يعني الغريبة جدا في الموضوع ده إذا جينا نحن نتكلم عنه من ناحية الدكتاتورية الأقلية، أو جينا نتكلم عنه حتى من مبدأ
الدراسة بتاعت الشبكة الاجتماعية اللي هي هنا، اللي قالت إنه الشخص أو عدد الـ opinion holders، عدد أصحاب الرأي ديل، إذا كان أقل من 10% فهم حيبذلوا أصلا زمن بعمر الكون لأنه يغيروا رأي الباقين. حنلاقي إنه مثلا أهل تسقط، أهل تقعد بس حتى أقل من أي threshold، أقل من أي رقم كافي لإحداث أي نوع من الكتلة الحرجة في اللحظة الحالية. تمام؟ فده الحاصل، يعني لا هم 20% ولا هم 10% ولا هم حتى 3%. وطبعا هي لغة الرياضيات، يعني لغة واضحة ما بتكذب، ما بتتحمل الأيديولوجيات، ما بتتحمل التعبئة. لغة الرياضيات ما فيها أي تشويش، بتكون طوالي واضحة وشفافة للجميع. ندخل الآن في الجزء الثاني من البرزنتيشن ده، ونتكلم عن تكتيكات السلمية ومميزاتها. طبعا أنا ما حأتكلم كثير هنا أبدا، لأنه أصلا أوريدي عندنا زميلنا الأستاذ محمد كمال الدين من جامعة بريستول، وهو قدم ما شاء الله كثير جدا جدا عن تكتيكات الحركات السلمية، وأدانا أفكار كبيرة جدا جدا في المجال ده. وأنا في آخر البرزنتيشن في المراجع فأخذت يعني رابط مباشر للقناة بتاعته اللي مختصة بنشر الوعي بالتكتيكات السلمية. بداية أنه نعرف أنه السودان مر بتجارب، بنوعين من التجارب، يعني مر بتجارب التغيير السلمي ومر بتجارب التغيير العسكري على مدى تاريخه المتواصل. الحاجة المتباينة إنه التغيير السلمي كان طوالي بيحقق نتائج أسرع وأثره أكبر، بالرغم من عدم التناظر بين التجهيز السلمي والتجهيز العسكري. الحركات العسكرية يعني ظلت بشكل كبير جدا جدا منتشرة فقط على الحدود أو الهامش، وكانت يعني تكتيكاتها طوالي بتتغير وفيها مداخل كثيرة. وطبعا التغيير العسكري هو تغيير بطيء، تغيير ما بيحدث أصلا تغيير حقيقي على الأرض في النهاية، لأنه حتى الزول اللي جاء من خلفية عسكرية وبعد كده استلم حكم مدني وهو كان طول عمره عايش في ما يسمى النضال وكده، فلسه حيكون يعني فكرته ما حتتغير من المسألة دي. فلو نجي نعاين من ناحية عدم التناظر، حنلاقي انه الثوار اسلحتهم بسيطة، هتاف، كمامات، تعاون، تآزر. لكن من ناحية القامعين بنشوف انه الواحد بيرمي عبوة غاز سعره براتبه الشهري، وفي مقدار كبير في الضعف في تدريبهم، وده بالرغم من انه يعني قطاع القمع يعني بياخذ ميزانية قرابة 70% من الناتج القومي. يعني كأنه بيبدو لك انه الاستثمار في القطاع ده هو عبارة عن ثقب اسود للمال ونوع من التبذير اللي كان يعني ممكن تجاوزه مقابل او من خلال استثمار في بناء انسان حقيقي بأسس مواطنة وحقوق وعدالة. فالسودان هنا مكان خصب لدراسة التجربتين، تجارب التغيير السلمي وكذلك تجارب التغيير العسكري. زي ما في من الناحية السلمية تكتيكات حشد وتعبئة، كمان هناك في تكتيكات توزع وانتشار. التكتيكات دي نحن لسه ما شفناها حاصلة على الأرض بشكل كبير، يعني بنشوف انه المواكب بتطلع، التعبئة بتحصل، الناس بتتحدث، لكن تكتيكات التوزع والانتشار ذكر بعض منا زميلنا الدكتور محمد كمال. والتوزع والانتشار دي مثلا يعني زي الهتاف من البيوت أو قرع الأواني، التوقيت يعني في عمل الحاجات دي، فدي لسه ما شفناها حصلت. العصيان المدني برضه هو تكتيك بتاع توزع وانتشار، لأنه الناس ما بتكون في مكان واحد، ولكن بيكونوا هم طوالي أو أثرهم بيكون ثابت. الحاجة الثالثة أنه الكثرة هي غطاء للأفراد، يعني ناس كثير ما بتنزل إلا إذا توقعت الأمان، الأمان في الكثرة، safety is in numbers. فإن شاء الله يعني في الفترة الجاية حنشوف أنه حيحصل نوع من الرينورماليزيشن، وحيبدأوا الناس يدخلوا أكثر وأكثر في الكتلة الحرجة الحاصلة حاليا،
ويبدأوا في التغيير الحاصل حاليا. يلا أنا الآن عشان أختم وما أكون طولت عليكم شديد، حأقدم يعني بعض القراءات الشخصية اللي هي عامة جدا، يعني ما عنده علاقة مباشرة بالثورة، لكن يعني الواحد يخليها في باله. أول حاجة، في حاجة اسمها الجهل الجمعي أو مفارقة غرفة الدخان. والكلام غرفة في تجربة قام بها عالم نفس معين ما بتذكر اسمه حاليا. التجربة دي كانت عبارة عن انه بيخطوا شخص في غرفة الدخان وبيشوفوا كم من الزمن الزول ده بيستغرقه لمن قبل ما يبدأ ينبه انه في دخان في الغرفة، او انه في او انه يبدأ يمرق عشان يعني ينقذ حياته. لاحظوا انه اذا كان الشخص ده براه في الغرفة وبدأ الدخان بيتسرب فيها طوالي، بيقوم بيزيد او يعني يعني طوالي بيعمل ألارم وبينتبه للمسألة دي وبيحاول ينقذ نفسه. لكن لما يكونوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، كلهم بيعملوا رايحين مع زيادة الدخان، لأنه كل واحد فيهم بيكون خط في باله أنه الزول الثاني شايف أنه الحكاية دي طبيعية، فأنا يبقى لازم أشوفها طبيعية. وده في طبع البشر، الواحد ما بيحب يكون ظاهر، بيحب أنه يكون يعني منسجم مع المجموعة اللي حواليه. فالجهل الجمعي ده بيعاني منه النظام، لأنه هم الآن أنا متأكد يعني كثير منهم عارفين أنه القمع والجرائم اللي حصلت والفساد الحاصل في خلال السنوات الفترة دي كلها فساد واضح، والغضب اللي حاصل الآن تجاهه هو غضب مبرر. لكن هم الآن في غرفة دخان وكل واحد فيهم مستني زول تاني يعني ينبه الجميع إنه هم في غرفة دخان. فإن شاء الله في الأيامات الجاية وفي الفترات الجاية دي حنشوف إنه حيكون يعني في تغيير من الناحية دي، وفي بعض الناس حتبدأ يعني تقفز من السفينة بتاعتهم وينضموا إلى الشعب. والناس ديل طبعا هم جزء من الشعب يعني، فدي يعني الحاجة الأولى. الحاجة الثانية إنه التاريخ لا يعيد نفسه. يعني إحنا كدولة عند خبرة كبيرة في إسقاط الأنظمة، يعني من سنة من زمن عبود، الثورة الأولى والثورة الثانية والثورة الثالثة وقبل ثورات المهدية وحتى ثورات دولة كوش. فبنلاحظ انه الان في الثورة الحاصلة حاليا في بعض الاشتياق لنفس الاوتكمز، لنفس النتائج اللي حصلت في الثورات القبلة. يعني في عتاب على الجيش انه انت ليه ما وقفت في صف الشعب، في انتظار للجيش، في حاجة زي كده. لكن يعني نحن بنقول انه التاريخ لا يعيد نفسه، ولازم ان احنا ما يكون سقف توقعاتنا عالي، بس نكون يعني ناس واقعين. التفاؤل قد يكون يعمل ضدنا احيانا، فلازم الناس تكون واقعية انه سواء الجيش وقف او ما وقف فدي ما مشكلة. لكن زي ما قلنا، الثورة هي دائرة ارادة، دائرة عفوية، دائرة نية جمعية. فأنت بتلاحظ إنه كل الناس اللي طلعوا من الشعب للمظاهرات كثير منهم يعني اللي رجعوا بيوتهم بيكون عندهم إحساس بأنهم خطوة أقرب للحرية كل يوم وخطوة أبعد من الدكتاتورية كل يوم. الإحساس ده بالنصر والقصص اللي حصلت أثناء اليوم اللي بيوصلوا سواء لناس بيتهم، لناس حلتهم، للسودانيين البر السودان، ده بيكون معدل للجميع بصورة إيجابية. يعني الناس اللي ما طلعت بتتمنى إنها تطلع المرة الجاية عشان تكون جزء من التغيير، تكون جزء من النشوة دي. فبتلاقي انه حيحصل عندنا نفس مسألة الرينورماليزيشن رول. الرينورماليزيشن رول المفارقة الثانية في مسألة الرينورماليزيشن رول دي انه بتلقى مقابل الناس المرقت للمظاهرات بتلقى انه العسكر والامن برضو طلعوا لنفس الاماكن، لكن نياتهم مختلفة. يعني هم مغصوبين، هم مرهقين، في نفس الاثناء يعني اسيادهم ذالينهم وبيكونوا كمان منبوذين من الشعب. يعني كل ما بيمشوا بيحاولوا انه يقمعوا بيفشلوا، ارادتهم بتنكسر، بيرجعوا وهم يعني خايبين من المسألة دي، وحيسمعوا كلام فارغ اكيد من ضباطهم ولا من سادتهم وكبرائهم. فده الاختلاف ما بين
النوعين من العفوية versus التنظيم البنية السيئة أو تنظيم القمع البنية السيئة. فأنا أتوقع أنه الخطوات الجاية أنه الشعب لازم يحافظ كمان يستمر يحافظ على زخم المبادرة. وإحنا ما بننسى أي زول يعني سالت نقطة من دمه في سبيل إسقاط الفوضى اللي حاصل مسمى مجازا بالنظام. وكمان يعني الاستمرارية دي بتكمل في استنفاذ النظام نفسيا وعقليا. دي مجموعة هنا من المراجع ممكن إن شاء الله تلقوها مفيدة. وختاما في مجموعة الباحثين السودانيين إن إحنا مستعدين لاستضافة أي عالم أو خبير سوداني في أي مكان من العالم إنه ينور السودانيين عن الفرص المتاحة والفرص الضائعة اللي ممكن نستثمرها ونستغلها في سبيل انتشار البلد من الوحل بتاع الفساد والفقر وإلى بلد يعني يكون أحسن شوية ويكون بلد عالمي، بلد منافس، بلد حقيقي. فأي خبير داير يتشارك معنا يتواصل معنا، بابنا مفتوح، بنقول لحبابك. وهذا والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع وتسقط بس وعاش السودان أولا وأخيرا إن شاء الله. والسلام عليكم.